زيد، ننتقل إلى ملف مهم جدا، ملف حقوق الإنسان، ويمكن مسألة تشكيل لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان. يعني الناس بتتساءل إيه الجديد اللي هتقدمه هذه اللجنة في ظل وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومي أيضا. خلينا نقول ملف حقوق الإنسان من الناحية الحكومية التنفيذية غير ملف حقوق الإنسان في مجلس القومي لحقوق الإنسان. مجلس القومي لحقوق الإنسان ده مجلس رقابي بيشوف الأداء بتاع مختلف أجهزة الدولة من ناحية حقوق الإنسان، فهو بعيد تماما عن السلطة التنفيذية، مجلس القومي لحقوق الإنسان. أما اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان دي صدر قرار بتشكيلها في مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وهقول لسيادتك السبب فيها إيه. ملف حقوق الإنسان كان موزع على أكثر من وزارة، وزارة شؤون مجلس النواب لها جزء، وزارة العدل جزء، وزارة الخارجية جزء. رؤية وبحق أن تتوحد هذه الجهات الثلاثة في جهة واحدة تبقى لها رئاسة اللجنة، وبعضوية برضو وزارة العدل ووزارة شؤون مجلس النواب وعدد من الوزارات الأخرى. يعني مش معنى كده أن وزارة العدل أو وزارة شؤون مجلس النواب شالت إيدها من ملف حقوق الإنسان، لا، ما عضو في اللجنة، لكن بقت في لجنة واحدة، كيان واحد هو القائم على ملف حقوق الإنسان من الناحية التنفيذية برئاسة وزير الخارجية، برئاسة وزير الخارجية، لكن بعضوية عدد من الوزارات من بينها وزارة شؤون مجلس النواب ووزارة العدل. وهذه الرؤية حقيقية، حقيقي يعني رؤية صائبة. ليه؟ بدل ما يبقى عندك ثلاث جهات أو أكثر بتتولى ملف حقوق الإنسان، لا، تبقى جهة واحدة هي اللي بتتولى هذا الملف وإدارته بمشاركة الجهات الأخرى المعنية. طب ليه وزارة الخارجية تحديدا؟ على أساس أن وزارة الخارجية هي اللي لها صلات بالعالم الخارجي والمنظمات الدولية والأشخاص القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان، وعندها احتكاك مباشر بيهم، وتقدر تعرف التوقيت الملائم لإخراج تقرير معين أو تقديم ورقة معينة. يعني حركتها في هذا المجال هي الأقدر على إدارة هذا الملف من الخارج.